اول مره دخلت على الشغلانه الجديده اللي بشتغلها كنت بشتغل مقدم في شركه مالتي ناشونال. فالست بتاعت الريسبشن بتقولي حضرتك نص ساعه والاتش ار مانجر هتقعد معاك. لقيت نفسي والله العظيم من غير ما احس بطلع 20 جنيه من جيبي وراح اديها للسكرتير. لا طب ممكن اخش كمان 10 دقايق. في حاجات بتبص فيك كانسان السنس بيروح، انت مش عارف تتغاب على مين وتحترم مين والموضوع عندك بيبوظ تمام. فانا دخلت الجيش وكنت من المحظوظين برضو ان انا ان يومي في الجيش في كوبري. اوكي كوبري 6 اكتوبر يا جماعه، كوبري 6 اكتوبر ده من اعز اصدقائي. انا بقضي عليه 4 ساعات في اليوم، 20 ساعه في الاسبوع، 80 ساعه في الشهر، يعني حوالي 1200 ساعه في السنه. وغالبا الحسبه دي غلط عشان الانتاج التعليمي المصري. بس ده بجد من اعز اصدقائي. وكوبري ده على طول واقف الساعه 2 الظهر واقف و4 الظهر واقف و12 الصبح واقف. وبعدين تفضل واقف 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 وتيجي عند حته معينه تلاقي كوبري مشي بدون سبب. مفيش عربيه كانت واقفه، مفيش حاجه عطلانه. فبتقف تندهش ثانيتين كده وتبص اللي جنبك وتندهش معاه، واللي جنبك ما هو برضه صاحبك وحبيبك بقالكوا 3 ايام على الكوبري مع بعض فتندهش معاه. ولما انت بتندهش ثانيتين واللي جنبك ثانيتين هو ده اللي موقف كوبري. لقيت الكوبري سالك امشي اشكر ربنا وخد لك في سنك وغور خلاص، ما تقفش بقى تفكر يا ترى ايه اللي كان موقف الكوبري. ما هو ده اللي موقف الكوبري اصلا. سالت نفسي بعد كده ايه اللي موقف الكوبري، فهمت بقى ان شركات الاتصالات بتعتمد على الكوبري في الرغي. فهم اول ما يلاقوا الكوبري سالك بيكلموا الشخص المعين اللي واقف في كل حته ده اللي شايف صلاح سالم واوتوستراد والكوبري عارفين الراجل اللي بيتفرج على كل ايوه الحاجات دي. فبيكلموا الراجل ده بيعرفوا ان الكوبري سالك فبيبعت 128 حمراء تقف ما تحضنش قوي عشان تاخد حارتين تفتح الكبوت عشان توقف الكوبري والرغي يشتغل على الكوبري. فشركات الاتصالات هي المسؤوله عن الموضوع ده، هي المسؤوله عن الزحمه. المهم احنا برضو كشعب بنرجع نقول احنا شعب مختلف ومحظوظين. انا كجيل برضو بعتبر نفسي من جيل المحظوظين. احنا من الجيل اللي حضر الثوره صح، احنا حضرنا الثوره ودي حاجه ما بتحصلش كتير. مش هتكلم على الثوره، احسن حاجه حصلت لنا في حياتنا بالاتفاق او نختلف او نتفق معاها، بس المهم ان احنا الشباب اللي زي الورد ان نزلنا وتعبنا وقفنا في مظاهرات واللي اتضرب واللي بتاع فكروا بس ياخدوا مننا بعديها بسنه اعز ما نملك. فاكرين لما فكروا ان هم يقطعوا البورن في مصر؟ خبر ده هز مصر يا جماعه، هزينا انا شخصيا. ليه يعملوا فينا كده؟ احنا تعبنا، احنا بجد عملنا مجهود، ليه يعملوا فينا كده؟ ليه يعاقبونا؟ نرجع بقى لايام زمان ونجيب تايتانيك انكت وننظف الهيد ونستنى ار تي ال بالليل ويا البوسه جت يا ما جاتش. يعني هل ينفع ده بعد الانتعاش البورني اللي احنا عايشين فيه؟ هل ده كلام؟ بس انا اكتشفت برضو ان شركات الانترنت مش هتسيب ده يحصل. شركات الانترنت بتعتمد اعتماد كبير جدا على الستريمنج يا جماعه. لو تاخد بالك دلوقتي الاوبشنز ما بقتش في الداونلود خلاص، بقت في السرعات. عندك كم ميجا في البيت؟ 2 ميجا. عارفه ليه؟ عشان لو انت ولد هتعرفي قد ايه البافرنج حاجه في منتهى الفصلان. صدقيني مش هتقدري الموضوع ده غير لو انت مكان الاستاذه ابو 2 ميجا. وهو ما جابش 2 ميجا من شويه، هو اكيد عانى فتره اتفصل كتير مش كده؟ ويا ريت 2 ميجا يا ريت بتزود دلوقتي. طيب فده برضو يخلينا نرجع ان احنا كشعب احنا بيسمونا متدين بطبعه صح؟ حد هنا بيتكسف؟ بتتكسفوا؟ طب خليني اتكلم بصراحه شويه خلاص؟ ما تتكسفيش ها؟ تتكسفي خلاص مش هتكلم في السياسه. طيب خليني اتكلم بصراحه شويه. احنا كشعب احنا مش متدينين خالص. او بيقولوا علينا ان احنا متدينين خلاص؟ بس احنا من جوايا في سنه شقاوه صغيره. واكبر دليل الست بتاعت في ناس كافيه. الموضوع ده جوه المخ اصلا. لو فكرت فيها حضرتك سافرت بره قبل كده؟ مين سافر بره قبل كده هنا؟ حضرتك سافرت بره، حضرتك عملت شقاوه قبل كده بره؟ انا مش بقول حاجه غريبه، بقول لك عملت شقاوه قبل كده بره؟ ما عملتش شقاوه خالص؟
طب انا ليه واحد صاحبي عملش اوبر؟ احكي لكم عن واحد بدون ذكر اسماء. يعني الولد بقى مروح ببنت، والبنت حرام بقى ايجيبشن، حضاره بقى وفراعنه واهرامات ومسلات، فمستنيه بقى خناق. بس احنا حرام ما عندناش اكسبيرينس. البنت لسه حرام لسه بتقول يا هادي. الواد قال لها اوه بيبي ذس واز جريت وجري. سمعتنا في الارض يا جماعه، ما ينفعش كده. بعدين برضو الواحد لما بيسافر بره بيقدر حاجات كتير قوي في مصر. يعني انا لما سافرت بره قدرت حاجات تافهه جدا 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 جدا. اولا الواحد وهو مسافر بره وهو راجع بيتلطشوا الرجوع في مصر في الطياره امتى؟ وانت بتلاند. احنا البلد الوحيده اللي بتسقف لما الطياره تهبط في المطار يا جماعه. انا والله العظيم مره الست اللي جنبي زغرطت زغرطت. توصل المطار اول حاجه تاخد الهواء في وشك وتلاقي التاكسي ابيض نظيف، تاكسي ابيض رخيص ليموزين بسعر حلو. يقول لي يا باشا انا مروح لوحدي. يا باشا تاكسي ابيض نظيف، حضرتك بقى انا ابويا مستنيني بره. يقول لي يا باشا تاكسي ابيض هديك سعر احسن من ابوك. فساعتها بتستوعب ان انت وصلت مصر بالسلامه والحمد لله على السلامه وكده. بس برضه لما بترجع انت بتابريشيت حاجات وبتقدر حاجات عمرك ما كنت بتتخيلها في حياتك. هتكلم في حاجات شويه ممكن تكسب، بس يا جماعه حاولوا تستحملوني شويه. الرجاله مؤاخذه تخش الحمام بيبقى في حتت معينه بيقفوا يعملوا فيها حاجه كده. بيبقى في هنا رخامه ما بين الاثنين، دي مهمه جدا يا جماعه. مهمه جدا، انتوا مش فاهمين قد ايه مهمه. ما عندهمش بره. ما فيش حاجه في النص ما بينك انت وصاحبك. دي كارثه. فانت محتار فشخ، انت مش فاهم تعمل ايه. بص يمين مصيبه، ست شمال اطراف سنين داهي، ست فوق مرقبتك ومش هينفع، بص تحت برضه مش عاري خالص. فالرخامه دي ليها مميزات كبيره جدا. وعندنا في مصر هنا دايما بيبقى فيه واحد كبير كده في السن خبيث جدا مسيطر ولم حمامات المنديل كله معاه لوحده، صح؟ عشان تحتاج له، ترجع له زي الكلب. وفي عز ما انت مركز يجي يقول لك سان طيب يا باشا، يفصلك جدا. ديك سان طيب بنظره ايه اصلا؟ بعدين تلاقيه كده لمح نظره واقف على جنب وقعد يضحك. انت دماغك عماله توديك وتجيبك بقى، ايه عم تضحك ليه في ايه؟ مش كده. فدي مصيبه. المصيبه الثانيه برضو الحاجه الثانيه اللي بابريشيتها لما ارجع مصر وبقدرها هي الشطافه يا جماعه. ممكن نسمع سقف الشطافه. بص لما جبت سيره الشطافه كلكم انبسطتوا ازاي؟ بجد يا جماعه دي اكتر حاجه بتوحشني في مصر. انتوا مش فاهمين قد ايه مهمه. بس هي مشكلتها ان يبقى فيها دايما عيب من ثلاثه. ساعات الشطافه بتبقى قويه شويه. انت بتقعد تشغل شطافه. المشكله الثانيه لما بتبقى ضعيفة شوية. تقعد برضو تشغل شطافة. فدي تاني مشكلة. تالت مشكلة والأغلس لما تبقى الشطافة بقى، أنا بسمي المشكلة دي أهم مشكلة، هي الأوف سنتر. لما تبقى الشطافة دي مش لمؤاخذة مش متسنترة. فأنت تشغل الشطافة وتقعد تدور أنت بقى. طيب. شكرا يا جماعه واشوفكم في مره جايه. تصبحوا على خير. باي باي.